أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: علمنا بأن هناك فتوى تحرم المتاجرة بالأسهم وحتى أسهم الشركات النقية، فهل هذه الفتوى صحيحة وما هو دليلها؟ أنا ما أعلم فتوى في هذا. والنقية ماذا يشلي نقاها؟ من اللي غسله وخلاه نقية؟ كله من التلبيس على الناس. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.